حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى الأردن مجددا شاعر من نوع مختلف استطاع أن يصعق النص الشعري بكهرباء روحه حتى يثبت فيها حياة تمتد أجيالا وأجيالا. هو شاعر مختلف، مختلف بقلبه، بحبه، بوطنيته، بطريقته وبسليقته. وأنتم أعزائنا المشاهدين الحكم والفيصل بفكرة ما إذا كان فعلا هو شاعر مختلف أم غير ذلك أم أعلى من ذلك. الحكم لكم طبعا أولا وأخيرا. شاعر هذا العدد من بيت القصيد معنا من المفرق في الأردن، الشاعر الأردني الجميل والصديق جاسر الأبزور. حيا الله جاسر، حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيد. حيا الله أستاذ مصطفى مطر، وحيا الله قناة الرافدين والأهل والأحبة المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لك صديقي على هذه المقدمة التي أرجو أن أكون عند حسن الظن. أنت على قدرها وزيادة أستاذ جاسر. في البداية وبلا مقدمات وقبل أن نذهب أنا وأنت إلى الشعر وإلى ما تختار من قصائد دسمة يعني ترضي ذائقة المتلقين نهارا وليلا في رمضان وغير رمضان طبعا، فقصائدك من القصائد المعصومة التي لا تخدش وكذلك أيضا يعني لا تؤدي بالصائم إلى الإفطار، وإن كانت تفطرنا حبا وسعادة وسرورا بما فيها من جمال. إلى السؤال الأول وربما كان مفاجئا، حدثني عن فوضى الشعر الذاتية لديك في شهر رمضان، كيف تتخيل جاسر الأبزور في رمضان بصراحة وبعيدا عن كل المثاليات؟ تفضل أجب. حقيقة يعني هو سؤال حقا مفاجئ، يعني لا تحضيرات للشعر في رمضان، التحضيرات كلها للعبادة إن شاء الله وللشهر الفضيل. أما بخصوص الشعر يعني هي برامج يومية أقدمها، قراءات شعرية للأحبة، أمسيات على البث المباشر. وأما بخصوص الكتابة فيعني لحد هذه اللحظة حقيقة لم يطرأ. قد يسأل سؤال أو قد يسأل سائل أستاذ جاسر، قد يسأل سائل سؤالا ويوجهه إليك ويقول لك ما الفائدة المرجوة، ما التغذية الراجعة عليك من القراءة لشاعر أو استعراض تجربة شاعر في مادة فيلمية مصورة، أنت من يعدها ويقدمها و أيضا يرفعها للمشاهدين عبر منصات التواصل المختلفة، ما العائد عليك من وراء هذا التعب؟ ماذا تنتظر؟ لا عائد علي سوى المحبة والاحترام والتقدير لمن قدم لي ديوانه إهداء. هو نوع من رد الجميل فقط لأظهر يعني نوع من العرفان، يعني أن أقدم قصيدة لصديق عزيز لي على قلبي قدم لي ديوانه وأقدمها لجمهور الشعر، هذا يعني بحد ذاته هو المكسب، يعني أنا أكسب محبة فقط. نعم. دعنا نذهب إلى أولى القصائد وبواكير الإبداع في هذا العدد المتميز حقا بإطلالتك من بيت القصيد. ما هي أولى القصائد التي ستقرأها علينا في هذا اليوم؟ ما أن المقام عراقي وقناة الرافدين، سأبدأ بقطعة شعرية أبيات لك ذلك لبغداد. أقول صوت الكؤوس يرن في الأوراق، صوت الكؤوس يرن في الأوراق، فالشعر يثمل والمدام عراقي، ما كل من نسج الحروف بشاعر، وعن اختلاف الخمر فاسأل ساقي. بغداد يا سكن الفؤاد وعشقه، يا تمتمات الدمع في أحداقي، لن يفلح الظلام في استعلائهم مهما استمر الفجر بالإخفاق، وسيستمد النخل منك سموه وتعود فيك الشمس
إشراقي. وتعود الشمس فيك للإشراق، هذه شمس في قصيدة يا أستاذ جاسر. حفظك الله، يعني نحن أنت أستاذنا ونتعلم منكم. والله أنت لو أستاذ، العين لا تعلو على حاجبها، وإن كانت العين ترى فإن الحاجب يقيها الحر ويقيها أيضا كل ما يمكن أن يؤذيها، فأنت درعنا الأمين وحارسنا الرصين القادر على الإبداع في كل وقت وحين. أستاذ جاسر، إلى الحديث شعرا ولكن بطريقة ملحمية مجددا، ما الذي تريدونه أيها الشعراء؟ ماذا تبحثون؟ أنتم مجانين هذا الزمان ولا أحد ينظر لكم، هكذا يقول قائل أو ربما يقول متشائم. ماذا تريدون ولماذا لا ينظر لكم ولا يقام لكم وزنا أو لأغلبكم؟ نحن لا نريد من هذه الحياة سوى أن نعيش بحرية وسلام وأمن وأمان، وتعيش الأوطان والأحبة والأهل وكل المجتمعات بسلام. أخي، لكن دعنا بالله عليك من المثاليات العالية أبو خالد. أيضا أستاذ جاسر، يعني يحب الشعر أن يجد تكريمه في بلده، أن يجد تكريمه في بلد آخر، يحب أن يجد جمال ووهج قصيدته في أعين من يتلقونها، لا فقط أن يعيش بسلام، أليس كذلك؟ صحيح، يعني لكن لكل شاعر طريقته في صنع نفسه وذاته. أحسنت. يعني بعض الشعراء يبحث عن المال، عن الشهرة، عن الجاه. ربما ما زلت أنا في طور الهواية، هواية الشعر، يعني لم أصل إلى حد بلوغ النشوة وفكرة الكبر بالشعر، يعني لا أعرف كيف أوصل لك الفكرة. إذا كنت من يهوى يا رجل، إذا كنت من يهوى، فمن المتألق في الأردن؟ أنا لست هنا في معرض أن أنصب نفسي حكما على القصيدة، ولكنني أتحدث كمتلقي. إذا كنت أنت هاوي، فمن المتألق ومن الشاعر؟ قد يسألك سائل. أخي الحبيب، في الحقيقة لغاية هذه اللحظة لم أشارك بمسابقة شعرية لها جائزة مالية، لم أتقدم بطلب لطباعة ديوان شعري لي مقابل جائزة أو الحصول على مبلغ مالي. نعم. أنا أكتب الشعر ليقرأه المتلقي. نعم. فليس للشهرة عندي حظ في إمارة أو جائزة أو فوز. وصلت هذه يعني الفكرة. دعنا نتحدث عن مسألة ثانية أو نفتح باب إشكالية جديدة. أنا بطبيعة أحب المشاكل مع الشعراء خصوصاً أستاذ جاسر. إذا أردنا أن نتحدث عن القصيدة الموقف والموقف القصيدة، دعنا في البداية بالقصيدة الموقف وما تمثله لك. هل فعلاً القصيدة تمثل لديك موقفاً ومبدأً وكرامة وحرية، أم أن القصيدة مجرد تجربة شعورية؟ في الحقيقة هي القصيدة بالنسبة لي موقف. يعني في مجموعة الشعرية الثانية اسمها في حضرة الربيع، نعم، في حضرة الربيع، فهي كان الديوان كله يتحدث عن مواقف في حضرة الربيع، وهو الربيع العربي. نعم. في هذا الديوان يعني يجد القارئ أن كل القصائد تتحدث عن الربيع العربي، وهي كل قصيدة كان لها موقف وكان لها رؤية وحدث. نعم. الآن لنتحدث عن فكرة المزج ما بين الأسلوبين، حضور الموقف في القصيدة وحضور الشعورية وصدق المشاعر، هذا قابل للتأويل وقابل لأن يكون واقعاً؟ طبعاً، نعم. حدثنا عنه في تجربتك الذاتية. بالنسبة للقصيدة جاسر البزور، يعني أتحدث عن نفسي، أكتب القصيدة، يعني أحاول أن أكتب قصيدة الغزل، أجد نفسي أنجرف لا تلقائياً، يعني لا شعورياً، نحو قوميتي وعروبتي والوطن وفلسطين والقدس والشام وبغداد واليمن. فالشعور، شعور المواطن أو
الشعور الذي يجر الشاعر هو ما يشعر به تجاه عروبته وقوميته وأهله. نعم. الآن دعنا نتحدث بطريقة مختلفة، ولكن قبل مواصلة الحديث نذهب إلى قصيدة جديدة، تفضل. سأقرأ قصيدة بعنوان بلغ النصاب. جبلا جبلا من الهم المهيمن أحمي، يشتد بين الزفرتين ويثقل، ما عدت أحتمل النفاق وأهله، والعجز عن قول الحقيقة يقتل. يا صاحبي الشعر نادت فيقظا، علي أسافر في الرؤى وأؤول. لا تخشيا، فالطير تلزم عشها، وعلى الصليب هياكل لا تنزل. يا صاحبي أمن يلوذ بربه، عدل الذي بين الخنا يتنقل. عودا إلي من السكوت وحدثا. يا صاحبي أمن يلوذ بربه، عدل الذي بين الخنا يتنقل. عودا إلي من السكوت وحدثا، أني أقدم للعجاف وأرسل. هذا السنابل ليس يبني جمر، والقمح قبل حصاده لا يؤكل. الله. أنا نظرت رأيت موتا مقبلا، والعير في أقواتها تتوسل. أفلا يرون على الصراط نجاتهم، والموت قبل مجيئه لا يسأل. بلغ النصاب من الدماء محله، فمتى سيمطرنا العذاب وينزل. بلغ النصاب من الدماء محله، فمتى سيمطرنا العذاب وينزل. متى سينتهي هذا العذاب بربك؟ هذا ما يتساءله الجميع أستاذ مصطفى. يعني نسأل الله العفو والعافية والخلاص والنجاة لهذه الأمة، نسأل الله الخلاص. آمين. دعنا الآن نتحدث عن فكرة البوح للقصيدة والتعامل معها على أساس أنها كائن حي، وهي كائن حي ولا شك في ذلك. تجربتك أثناء الكتابة وبوحك لهذا النص، وقت ما في أي وقت بالفعل بتجربتك أنت كشاعر أستاذ جاسر، في أي وقت تجد النص أقرب إليك؟ في فترة تشكل الفكرة مخاضها الأول، أم في فكرة أو في فترة كتابتها، أم أثناء عرضها على المتلقين، أم في كلها مجتمعة؟ الحقيقة هي الفكرة، يعني أول ما تخرج الفكرة مباشرة، يعني هي القصيدة بشكل مباشر، لا تحتاج إلى تفكير، يعني مباشرة تنساب الفكرة. نعم. ككاتب أنا أكتب الفكرة مباشرة، يعني لا أحتاج إلى العودة إليها أو تقليبها أو إعادة صياغتها مرة أخرى. هكذا يعني بالنسبة لي أنا، القصيدة تخرج مرة واحدة وتخرج المشاعر الشاعر مباشرة. نعم. على الأوراق على ما يفعل. نعم، هذه فهمناها. أسألك عن اللحظة الأسعد بالنسبة لك ككاتب، هل هي في لحظة تشكل الفكرة للقصيدة، أم ساعة كتابتها، أم في اللحظة التي تقرأها على متلقين آخرين؟ نعم، هذه هي الحقيقة اللحظة التي أقرأ فيها قصيدتي على المتلقين، وإن كان من عنيته في القصيدة متواجد في الحضور، فهنا تكون السعادة والنشوة. جميل، جميل جدا. خذنا إلى قصيدة جديدة الآن مما تحب، تفضل. سأقرأ أستاذ مصطفى موعد مع الغرق. تفضل. في الحقيقة أنا أكتب شعر الغزل، ويظن الكثير أنني أكتب الغزل لأتغزل، لكن ربما إن تعمق متعمق في قصيدة الغزل التي أكتبها سيعرف ما قصدي وراء الغزل. أقول: روح من العطر في موج من الثلج، تطوف حولي كالنساك في الحج، منها
من الحسن آيات متممة لمشية الظبي والخيلاء والكنج، جاءت مع الليل أوثان لتغرقني، وكنت واليأس والأوهام في اللج، أستسمح الحس في دمعي وأذرفه على الشآم، فغيض الدمع في الفج، فما رويت به نخل الفرات، وما خدرت آلام جرح البن بالبنج، وما فما رويت به نخل الفرات، وما أستسمح القدس في دمعي وأذرفه على الشآم، فغيض الدمع في الفج، الله، فما رويت به نخل الفرات، وما خدرت آلام جرح البن بالبنج، وما عثرت بمن سارت حميته، والعاديات ضحا تصطف للسرج، والعاديات ضحا تصطف للسرج، أسلمت نفسي لها، لا شيء يمنعني، وكم غريق قضى من شدة الموج، وكم غريق مضى من شدة الموج، ونحن غرقى هذا الجمال، لا فضة فوك ولا حرمنا هذا الهطول الأخاذ المعطار الجميل. أستاذ جاسر، بعد هذه الوجبة الدسمة لا بد من استراحة قصيرة، ستكون استراحة شعرية ولكن مع شاعر آخر سنستمع إليه أنا وأنت، ما رأيك؟ يا حي الله، هذا شرف عظيم لنا إن شاء الله. سنذهب الآن إلى متابعة قصيدة للشاعر العراقي الجميل الأستاذ أجود مجبل. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. عنا وعن بغداد كتبنا، عن الغيم الذي لم يعد لنا صديقا، وعشب الأبجدية يابس، وعن مدن غنت لمجد طغاتها، وعن مدن غنت لمجد طغاتها، وللصيف أضغان بها. عفوا، لا لا لا، زين الخط سبير، شكرا. لا لا ما يحتاج، بس وعن مدن غنت لمجد طغاتها، وللصيف أضغان بها ودسائس، عن الليل ينسى ساكنيه بلا ضحى، لتغتابهم تلك النجوم العوانس، وعن قمر جاء اللصوص لنهبه، وليس له في آخر الليل حارس، لا هو. كتبنا عن الغيم الذي لم يعد لنا صديقا، وعشب الأبجدية يابس، وعن مدن غنت لمجد طغاتها، وللصيف أضغان بها ودسائس، عن الليل ينسى ساكنيه بلا ضحى، لتغتابهم تلك النجوم العوانس، وعن قمر جاء اللصوص لنهبه، وليس له في آخر الليل حارس، وعن مركب نوتيه لم يحبه، وعن مركب نوتيه لم يحبه، بظلمة بحر موجه متشارس، كتبنا طويلا عن خيول ستختفي، أحبت ولم يحفظ لها الحب سائس، بها عطش للأفق مذ كان موعدا،
وما غير مجد الريح كانت تمارس. توثق أسرار البراري بدقة، وتنسى بلادا فجرها متقاعس. كتبنا عن الأشجار ترحل فجأة، وتغلق فيها للطيور مدارس. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه الساعة، ضيف هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، معنا من الأردن الشاعر جاسر لبزور. حيا الله أبا خالد مجددا، بورك بك وتبوأت من الشعر منزلة عامرة غامرة، ويعني كريمة تليق بكريم مثلك. حدثني بما تحب وبما تقر به نفسك وتستريح له أسريرك عن المشهد الشعري في الأردن. حدثنا عن الجانب المشرق والمثمر في مشهدكم الأردني الخاص، لك الكلمة تفضل. حياكم الله أخي الأستاذ مصطفى مطر مرة أخرى، وحيا الله الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة نحن في الأردن الحمد لله نعيش في حالة ممتازة بالنسبة للشعر على الأقل. يعني نحن لدينا هنا هيئات ثقافية تعمل جاهزة ليلا نهارا، تجدهم في سباق مستمر الشعرية والفنانات الشعرية، يعني عمان في العاصمة رابط سابق. نعم، على ما يبدو أن الصوت غير واضح الآن من طرفك أستاذ جاسر، حاول أن تعود إلى سيرتك الأولى قبل ما نذهب إلى القصيدة. يعني في السابق كان الصوت أفضل. عموما لك الآن أن تكمل الإجابة، ونتمنى أن تكون الأمور الفنية أخذت يعني شكلها الصحيح. أنا لا أعرف، ربما هو تفضل الآن نسمعك بشكل جيد، تفضل. من أين أبدأ؟ يعني أعود من البداية إن شاء الله. حدثنا بشكل عام عن المشهد الأردني، يعني نحن سمعنا الفقرة الأولى أن هناك حالة يعني من النشاط المستمر ليس فقط على مستوى الشعر وإنما على يعني تشمل الفنون الإبداعية الأخرى، تفضل أكمل. نعم صحيح أخي الحبيب، يعني لدينا في الأردن عدة هيئات ثقافية تميزت نشاطها المستمر. هناك سباق مستمر على الأوسيات الشعرية، نعم، والجانات الشعرية في عمان، رابطة الكتاب الأردنيين اتحاد الكتاب في عمان، أيضا بيت الثقافة والفنون الذي شاركنا فيه جميعا بشكل أسبوعي ودوري. وماذا عن المفرق؟ ماذا عن المفرق التي أنت ابنها؟ المفرق أنا أتيك بالحديث، المفرق تفضل. مدينة حبيبة، المفرق أكرمنا الله ومن علينا أن جعل فيها بيت الشعر الذي كان هبة من صاحب سمو الشيخ سلطان القاسمي. الشيخ سلطان القاسمي الشاعر، وهذا البيت يقوم على عمل أمسيات شهرية، يعني أمسيتين شهريتين خاصتين في للبيت. أما نحن كشعراء فالبيت مفتوح لنا على مدى الشهر. استطاعتنا عمل الأمسيات التي نريد والمشاركة مع من نريد ومن نحب، فبإمكانك أن تقول بشكل يومي الشعر مستمر. جميل جدا. وأنا أشهد على هذا، فأنا كنت ضيفكم في المفرق وأنتم خير من يعني يكرم الضيف، وللأمانة كانت يعني لحظات جميلة لا يمكن أن تنسى أبدا. وهذا ما أردت أن أفاجئك به في هذه الحلقة، أنني لم أنسى المفرق ولا عمان ولا الأردن ولا شعبها الطيب الذي يمثل قصيدة هي الأجمل، قصيدة عربية لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، الأردن الكبير. خذنا إلى الأردن الكبير ليس قصيدة وإنما من حس شاعر
منتمي للعروبة، منتمي إلى الكلمة. اقرأ ما تشاء وما تحب، لا أريد أن أفرض عليك الآن موضوعا أو مضمونا معينا، لك الكلمة والمنبر، تفضل. سأبقى في إطار الغزل القومي. تفضل. قصيدة بعنوان أطلال. عنوان القصيدة مرة أخرى. أطلال. تفضل. أطلال كيف سنلتقي أطلال، والعابرون بوقتنا ما زالوا. الله الله. أطلال كيف سنلتقي أطلال، والعابرون بوقتنا ما زالوا. ما زالوا زرعوا الحدود بيادقا وبنادقا، فنمت على آمالنا الأغلال. الله. صرنا نسير إلى الوراء فلا نرى غدنا، وتبطئ خطونا الأحمال. صرنا نسير إلى الوراء فلا نرى غدنا، وتبطئ خطونا الأحمال. عدنا حفاةً، عدنا حفاةً، والسراب حقيقة، والدرب شوك، والرصيف خيال. الله الله. أعد. عدنا حفاةً، عدنا حفاةً، والسراب حقيقة، والدرب شوك، والرصيف خيال. نحتاج معجزة وألف نبوءة كيما تعود بضعفنا الآمال. نحتاج معجزة وألف نبوءة كيما تعود بضعفنا الآمال. نحتاج يا أطلال شيئا آخر. أي والله. لا يشتريه الجاه والأموال في ماجدات القدس، في أبطالها ما تستميت لأجله الأبطال. نحتاج من أجل الحياة كرامة. نحتاج من أجل الحياة. أعد. نحتاج من أجل الحياة كرامة. نحتاج من أجل الحياة كرامة أطلال، حتى ترجع الأطلال. الله عليك. ولقد رأيتك في المنام غزالة. كم دار روحي في المنام غزال، لم أدري كيف وجدت فيك هويتي، وتفككت عن خافق الأقفال. لكنني صدقت أنك موطني وبأن نسيان الحبيب محال. لكنني صدقت أنك موطني وبأن نسيان الحبيب محال. وبالفعل نسيان مثل هذا النص محال يا أستاذ جاسر. ياك الله أخي الحبيب، يعني هو غيظ من فيضكم. والله يعني أراك يعني ظالما لنفسك، مقتصدا على يعني فكرة أن هناك من هو أفضل منك. أنت يا رجل شاعر مميز، فلا يعني لا تظلم نفسك ولا تحرمها حقها وسطوعها، وهذه الالتماعة التي هي من حقك طبعا. حدثني عن فكرة استحضار العواصم العربية في شعرك غزلا، تسوق فكرة الغزل القومي، ما القصد من وراء هذا التعريف وهذا المصطلح الجاسري الخاص بك، الغزل القومي؟ ما الذي ترمي إليه؟ ما الذي تريده؟ حقيقة هو يعني ما يدور حولنا يا أستاذ مصطفى، يعني في الواقع والثورات العربية والربيع العربي، وما لاحظناه وما رأيناه من تهجير وتدمير وتقتيل وتشريد في هذه الأمة. يعني كيف يدرؤ الشاعر أن يكتب الغزل يعني كيف أقول لك أستاذ مصطفى، يعني أنا قلت لك من قبل اللقاء أنني لست متحدثا ماهر. بالعكس، أنت متحدث رائع، مقنع، بارع، ممتع، جميل يا رجل. أنت تجلد نفسك كثيرا، هل سبقني أحد إليك بهذا الكلام وقال لك إنك تجلد نفسك كثيرا يا جاسر؟ أكرمك الله مصطفى، يعني أنت صاحب لائقة رفيعة وشخص. لماذا تظلم نفسك؟ لا تنكر نفسك حقها. يعني أنا أتحدث بواقع نفسي أستاذ مصطفى، يعني
لم أسألك سؤالا يا رجل إلا وأذهلتني بالإجابة، والسادة المشاهدون على ذلك خير شهود. حفظك الله وكل المشاهدين أستاذ مصطفى. يعني أنا بالنسبة لي أكتب شعر الغزل كما قلت لك، أميل إلى الغزل، لكن القومية تسبق مفرداتي. يعني ما أراه وما أشاهده أمامي على شاشات التلفزة يسبق خيالتي إلى الغزل. نعم. الآن بعيداً نعم، ومباشرة أكمل الفكرة. يعني ربما تجد في بعض نصوص أكتبها مؤخراً لا تتجاوز 6 أو 7 أبيات، أختصرها لما ستذهب إليه لاحقاً. وحقيقة يعني كنت أجد جرأة في الكتابة والتطرق للقيادات والزعامات، صرت يعني أختصر على الغزل على المقطع الغزلي. أحسنت. تتغزل بالوطن، تتغزل بالأم، تتغزل بالحبيبة، من خلالها تتخيل شكل الوطن الذي تبحث عنه، تنبش جذور أو في تربة الكرامة التي تريد لأبنائك أن يتشبثوا بها هذه الجذور. هذا أسلوب من أساليب يعني الحزن المدارى أستاذ جاسر. أنت حزين بشعرك وإن لم تكن ملامحك الصوتية والشكلية حزينة. هل أحدهم سبقني إليك بهذا الكلام أيضا؟ أنا سأفاجئك يعني كثيرا اليوم. أنت تقتنص طناصا، يعني ما شاء الله عنك. أشكرك. أستاذ مصطفى، أنا ما أريد أن أقول أن الشعر رسالة، يعني الشعر رسالة، قصيدة. أنت عندما تلقي قصيدة أمام المتلقي والحضور يجب أن تكون في شعرك رسالة. أحسنت. توصل القصيدة يعني، أما أن نتحدث بكلام فارغ أمام جمهور نفسد ذائقته فهذا حرام ولا يجوز. بعيدا عن الشعر وبعيدا عن التقييم، تقييم الشاعر أو تقييم قصيدة، كل شاعر فيه مسحة من جنون، وهذه المسحة يعينه عليها شيطان شاعر آخر يكون له رفيق درب وحياة. لك حرية أن تتحدث بدقيقتين عن شاعر، ولكن بعيدا عن الشعر، يعيش معك مثل هذه الظروف، يعيش معك في خضم هذه التجارب، هذا الجنون الشعري وهذه الحياة على امتدادها يهونها عليك، من هو؟ تحدث بحرية. يعني حقيقة هذه فرصة جميلة لأتحدث عن رفيق دربي وأخي وصديقي وجاري العزيز. يعني حظيت في هذه الفسحة في هذه البقعة من الأرض بجار عزيز علي، وأتشرف بمعاصرته، أن أكون معاصرا لمحمد العموش، محمد العياف العموش، الشاعر الكبير الأردني. جميل. الذي أتشرف به كثيرا، هو رفيق دربي وجليسي في الشعر الدائم ورفيقي إلى الأمسيات. يعني حقيقة لا يمكن أن نفوت معا أمسية. أنعم بالعموش من رفيق درب وجليسي الشعر. نعم صحيح. أحسنت أستاذ جاسر، وبالعموش الحاضر وإن غاب، وبجاسر الحاضر شعورا وكيانا دائما. مشاهدينا الكرام، سنخرج الآن إلى فاصل. بهذه الصداقة الحميمية الجميلة ما بين الشاعرين اثنين، عبر عنها شاعرنا ضيف حلقتنا من بيت القصيدة الأستاذ جاسر، بهذه الصداقة العذبة نصل إلى الفاصل الذي سنخرج إليه الآن. فاصل قصير ومن ثم نعود إلى شاعرنا لاستكمال ما تبقى من حلقتنا، تابعونا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه الأوقات. ضيف حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشاعر جاسر البزور من الأردن، ويتواصل معنا عبر سكايب من مدينة المفرق في الأردن. أستاذ جاسر، دعنا نذهب إلى سؤال استشكالي أيضا، ما الذي يريده جاسر البزور من القصيدة والشعر؟ مساء الخير مرة أخرى، وطابت أوقاتكم مرة أخرى أخي الحبيب. وأوقاتكم. ما الذي يريده جاسر البزور؟ جاسر البزور لم يكن ليريد شيئا سوى أنه يكتب الشعر، ولديه رسالة يعني يحاول إيصالها إلى أكبر عدد من جمهور الوطن العربي. أحسنت، هذا مختصر الرسالة مما يريد مما تريده من الشعر، وأيضا اختصرت علينا السؤال بطريقة عكسية، ما الذي تريده أنت من الشعر؟ هي رسالة متبادلة، الذي يريده منك والذي تريده منه. سأطرح الآن عليك 5 مفردات، لكنني أريد معناها الذي يمثلك، لا أريد معناها الدارج والمعروف، ما رأيك؟ تفضل أستاذ مصطفى، لكن أجب بما تحب. تفضل. لا أجبرك على شيء، أنا أريد أن تعطيني معنى الكلمة، الدلالة على الكلمة التي تمثلك أنت، كيف تراها، كيف تحبها. اتفقنا؟ اتفقنا. الكلمة الأولى، الكلمة الأولى، السيارة التي ترافقك إلى عملك كل يوم، ماذا تعني لك؟ تعني لي حتى ولو بعبارة قصيرة لا مشكلة، العبارة التي يعني تخطر في بالك قلها. السيارة التي أذهب بها إلى العمل. نعم، يعني هي اليد والرجل بالنسبة لي، يعني إلى سؤال أكثر عاطفية، بنياتك ماذا يعنين لك؟ الحياة. الصاعق الكهربائي. الصاعق الكهربائي، المعيشة. الكتاب. الكتاب هو الرفيق والصديق. اللون الفضي في الشعر. اللون الفضي في الشعر هو تجاربي مع الحياة. تجارب بحلوها ومرها أم حلوها فقط؟ لا، بكامل حلوها ومرها حقيقة. أحسنت أستاذ جاسر، ونريد منك الآن العذب من القصيد مجددا إلى قصيدة جديدة من مختاراتك، ماذا ستختار لتقرأ علينا؟ تفضل، لك الكلمة والمنبر. سأقرأ رسالة من نوع جديد، من نوع آخر أستاذ مصطفى. تفضل. قصيدة بعنوان كفي الجفاء. عنوانها؟ كفي الجفاء. تفضل. كفي الجفاء وغلق الأسباب، أنا مذ قرأتك ما استترت كتابا، لكأنما في طيتيك توضأت روح الأنوثة وارتدت جلبابا، وكأنما التاريخ عتق خمرة بين السطور لتزلف الباب، وكأنني عند القراءة فاتق، صلى بجوفك ركعتين وتاب، أو أنني قد كنت يوما ناسكا راودته عن نفسه فأنابا، ما عدت أعرف في الغرام، ما عدت أذكر في البرامح حقيقتي، ضدايا صفى في الحديث عتابا، فنسجت من وجد الحشاشة السليمة، وضربت فوق رمالك الأطناب، وتركت نفسي للوصال فريسة، فوجدت صدك يغرز الأنياب. الله الله، لا تسرفي، فأنا سئمت تعاستي، وأريد موتا يفتح الأبواب، أريد موتا، فالعشق إن لم تكتمل أشراطه، يا أستاذ مصطفى،
فالعشق إن لم تكتمل أشراطه في النثر يصنع شاعرا كذابا. مجددا أعد البيت الأخير. فالعشق إن لم تكتمل أشراطه كالنثر يصنع شاعرا كذابا. أحسنت. النثر فن جميل قائم بذاته، لكن كتابه يسمون كتابا، وكتاب نعم. الشعر هم الشعراء، فلا يمكن أن أنظر للوحة رسمها رسام وأقول هذه أغنية لها سلم موسيقي غناها المطرب الفلاني. تسمى الأمور بمسمياته، هذه لوحة وهذا نص وهذه قصيدة نعم. شعرية. صحيح، كل أدب له مسماه الخاص، ولا نختلف مع أحد في أدبه وكتاباته ونصوصه. طبعا أنا وأنت نقدم آراءنا، لا ننظر ولا نفرض رأيا، تتفق معي في ذلك؟ لا أكيد ما يعني هو في النهاية هو أدب متفرد خاص له ميزاته، يعني ربما أنا لا أستطيع أن أكتب قصيدة النثر بالشكل الذي يكتبه فيها كاتب النثر. ها أنت متساهل معهم لدرجة أنك سميتها قصيدة أستاذ نعم. جاسر، رغم أن هناك من يتشدد ويقول لا أعترف بها قصيدة وإنما هي نص، وربما كان لي رأي في هذا الأمر، لكن ليس هذا ميدانه حتى لا أقوم بدور غير دوري المفروض أو المطلوب مني. الآن أريد أن أوجه لك سؤالا مختلفا، سؤال فيه بعد إنساني نوعا ما، ودعنا نجمع الأنواع والألوان الأدبية كلها، لا نريد أن نكون يعني حكرا على الشعر فقط. في ظل الجائحة العصيبة التي يمر بها كوكبنا الذي يعاني وباء حاليا، وباء كورونا، ما الدور الذي بإمكان الشعراء أن يلعبوه في مثل هذه المرحلة العصيبة من عمر الكوكب وحياة العالم أجمع، أو الدور الذي بإمكان كل المثقفين على اختلاف إبداعاتهم الكتابية أن يقدموه من أجل تخفيف وطأة هذه الظروف على الناس وبث روح التفاؤل في وجدانهم؟ تفضل. نعم صحيح أستاذ مصطفى، بالنسبة للشاعر يعني هو صاحب رسالة كما تحدثنا بالبداية، وظهوره المستمر على الشاشات وعلى أمام الجمهور يمكنه من إيصال كلمته وفكرته التي يريد. نعم. ففي هذه الأجواء والظروف التي تعيشها المجتمعات كافة، الشاعر يستطيع من منزله بس روح التفاؤل، روح المحبة، روح الأمل لدى المتلقي. يعني وأنت قادر على ذلك، أنت ترى أن جاسر طبعاً. البزور قادر على ذلك؟ صحيح طبعا، يعني وأنا أراه قادر وقادر، إن لم يكن شعراً يعني شعراً وإنسانية وحباً لغيرك من الشعراء. أنت رجل معطاء، وأظن أن هذه الصورة لم تصلني فقط وإنما وصلت لآلاف ممن يشاهدونك في هذه الساعة أستاذ جاسر البزور ضيفنا من الأردن. شكراً جزيلاً، بوركتم أخي الحبيب. إلى القصيدة التي للأسف نريدها مسكاً للختام، لأن الوقت داهمنا، الوقت مضى معك سريعاً أستاذ جاسر، إلى القصيدة التي تحب أن تختم بها، لك المنصة والمنبر، تفضل. اسمح لي أن أختم بقصيدة للقدس أستاذ مصطفى. خذنا إلى القدس، هيا. أقول ما كان للزيف وجه يحجب الشمس. الله. ما كان للزيف وجه يحجب الشمس، لكن فرط الخنا قد ينطق الخرس. لم تنحني طفلة الأبطال مغتصب، وابن الخيانة عبد قطع الرأس. الله. لا يملك الحق مثلي وليس له باع على الأرض حتى يمنح القدس. لا يملك القدس إلا من يعيش لها، وآية الله في الإسراء تنسى. كم أسقط الغدر في التسويف أنظمة، كم أسقط الغدر في التسويف أنظمة، وليس يعطي لنا تاريخها درسا. فاز الربيع بأن يمتص نخوتنا، لولا الحياء وقفنا نفس الحس
انت يا قوة الله، يا قوة الله، يا إيمان أمتنا، لن يكتب النصر حتى نفقد الرجل. أيقنتم بالخطر والآلام صعب، من فز من سوته فليخلع بالصرخة. أيقنتم بالخطر والآلام صعب، من فز من سوته فليخلع الصرخة. أين السلام وأين السلام؟ وأبطانا يباع به نبح الكلاب وفي جيب الردى. أمسى أين الشهامة يا من تهتفون بها؟ أم أنه الجبن إن لم أخطئ حتى؟ عار علينا أقصى الفاضل قاوم الذل والأحقاد والخبثة. نرفع الشجب والتنديد في قممه، وتضرب الكأس مع أعدائنا الكأس. عار علينا وفي الأقصى مرابطة تقاوم الذل والأحقاد والرفثة. يرفع الشجب والتنديد في قممه، وتضرب الكأس مع أعدائنا الكأس. ويترك الحب في الآن، ويترك الحب في هجائه الضغط، في الهيجاء منتصبا. دعنا نعود الى اخر بيتين، استسمحك لان الاتصال ضعف قليلا. اخر بيتين. عار عليك من جديد استاذ تقاوم جاسم، تقاوم الذل والاحقاد والرفثة، الشجب والتنديد في قمم، وتضرب الكأس مع اعدائنا الكأس. ويترك الحر في الهيجاء مبا من غير نبل كفيف يسحب القوس. مدت له كذبا تنظيرها فئه، وجه الغراب بها يستنطق الدس. والسائرون بدوا من حوله لو راح يصرفهم لن يسمع الهمس. هذا هو الوعد، هذا هو الوعد والإصرار تحمده. وصفة الظلم روضى بيضها برسى، إن الذين اشتروا قدرها لتهم أحرى بأن يشربوا في الفرسى. أحرى بأن يشربوا، إن الذين اشتروا بالغدرها لتهم أحرى بأن يشربوا في المنتهى الفرسى. يا أيها الناس قد صبت، يا أيها الناس تنادي فقوموا وفروا، يا أيها الناس مجددا بكم قدسا تنادي فقوموا وفروا النفس. أحسنت يا أستاذ جاسر. بسؤالي ما قبل الأخير لك، هل ثمة علاقة، وأنت مهندس وفني كهرباء، هل ثمة علاقة باعتقادك ما بين الصاقة الكهربائية والكهرباء بشكل عام والقصيدة الشعرية؟ يعني السؤال حقيقة في محله، يعني احتمال انه يكون له دور، يعني ما عانيت انا مع الكهرباء اعتقد هنالك يوجد نقول تناص بين الكهرباء وفي الشاعر. نعم، الصعقة الكهربائية المجازية في البلاغة انما هي تصعق الضمائر ف تنعشها فتحييها فتتحرك صوب المأمول والمنشود في الطريق الطيب الذي يتطلع إليه أبناء الأمة من المكلومين والمجروحين. وفي المقابل الكهرباء للأسف شحيحة في كثير من أوطاننا العربية. نعم صحيح، كان الله في عون جميع المعذبين وجميع المتعبين على امتداد الخريطة العربية الواحدة. رسالتك الختامية للأردن الذي تحب، ماذا عساك قائل كلمة للتاريخ بحق الأردن؟ الأردن، أسأل الله أن يحفظ الأردن وأهله قيادة وشعبا وجيشا وكل الأمة العربية طبعا، ونسأل الله أن يكون الأردن انطلاقة بمحبته لتحرير بلداننا العربية من الظلم،
إن شاء الله نتمنى أن تتحقق هذه النبوءة الطيبة أو الأمنية المحببة إلى قلبك وإلى قلوب كثيرين. رسالتك إلى الإنسانية في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها، رسالة ختام هذه الحلقة، تفضل. أرجو الله أن يمد كل الشعوب على هذا الكوكب بالمحبة والسلام والصحة، وأن يبعد عنا الوباء والبلاء إن شاء الله. سعدت جدا برفقتك هذه الدقائق أستاذ جاسر لبزور أبو خالد، الشاعر الأردني الجميل جدا. للأسف انقضى الوقت سريعا. هذا من روعة ذائقتك وطيبك ونبلك أستاذ مصطفى. أشكرك. وأنا أشكرك وأشكر فريق الإعداد عندك في القناة على هذه الفسحة التي أعطيتموني إياها لأكون معكم هنا. سعدنا بك أستاذ جاسر لبزور الشاعر الأردني، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا من قصائد عذبة وجميلة في هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل إن شاء الله رب العالمين يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.